يتلقى طلابنا التعليم القائم على المشروع في فصولهم، لذلك لديهم الفرصة لاستخدام مركز نيشونفا لريادة الأعمال وقتما يريدون مع أساتذتهم في دروسهم القائمة على المشاريع. ولكن إذا كانوا يرغبون في تطوير مشروعهم الخاص أو إذا كانوا يرغبون في تطوير مشروع مشترك مع نوادي الطلاب في نوادي البحث، فإنهم يتقدمون بطلب إلينا. نحن ندعمهم أيضا في هذا السياق من ناحية الإرشاد لتحقيق مشاريعهم ونضمن أن تتحقق أحلامهم. مفهوم ريادة الأعمال والابتكار هو مفهوم يستخدم على نطاق واسع في العالم. يمكن استخدام مفهوم ريادة الأعمال على مستوى عالمي وليس فقط في الهندسة، بل أيضا في العديد من المجالات المختلفة مثل الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الغذائية وريادة الأعمال الزراعية. لهذا السبب يمكن لطلابنا في كلية العلوم الاجتماعية والإدارية والاقتصادية وكلية الفنون والتصميم الاستفادة من هذه الفرص أيضا، وليس فقط طلابنا في كلية الهندسة والعمارة. في الوقت نفسه هناك أيضا مشاريع حيث يأتي طلابنا من المعاهد المهنية ويعملون كمتدربين ويطورون من أنفسهم. حسنا، ما فائدة عملكم هنا؟ عندما تتقدمون بطلبات إلى مركز نيشنوفا لريادة الأعمال فأنتم تخضعون للتدريب بالدرجة الأولى، حيث لدينا دورة تدريبية لمدة 14 أسبوعا. وكجزء من هذا التدريب وبصرف النظر عما تعلمتموه في دروسكم، فإنكم تخوضون عمليات تعلمكم كيفية تطوير أفكار ونماذج الأعمال وكيفية القيام بعمل وكيفية إعداد خطة عمل، ثم يتم إرسالكم إلى ندوات ودورات حول هذا. بمجرد أن تشعروا بأنكم مستعدون لإعداد مشروع في نهاية هذه العملية، نبدأ العمل بالتقدم إلى المشروع الذي يناسب خطتكم وتوجيهكم إلى المجال ذي الصلة. يمكن استخدام مفهوم ريادة الأعمال على مستوى عالمي وليس فقط في الهندسة، بل أيضا في العديد من المجالات المختلفة مثل الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الغذائية وريادة الأعمال الزراعية. لهذا السبب يمكن لطلابنا في كلية العلوم الاجتماعية والإدارية والاقتصادية وكلية الفنون والتصميم الاستفادة من هذه الفرص أيضا، وليس فقط طلابنا في كلية الهندسة والعمارة. في الوقت نفسه هناك أيضا مشاريع حيث يأتي طلابنا من المعاهد المهنية ويعملون كمتدربين ويطورون من أنفسهم. حسنا، ما فائدة عملكم هنا؟ عندما تتقدمون بطلبات إلى مركز نيشنوفا لريادة الأعمال فأنتم تخضعون للتدريب بالدرجة الأولى، حيث لدينا دورة تدريبية لمدة 14 أسبوعا. وكجزء من هذا التدريب وبصرف النظر عما تعلمتموه في دروسكم، فإنكم تخوضون عمليات تعلمكم كيفية تطوير أفكار ونماذج الأعمال وكيفية القيام بعمل وكيفية إعداد خطة عمل، ثم يتم إرسالكم إلى ندوات ودورات حول هذا. بمجرد أن تشعروا بأنكم مستعدون لإعداد مشروع في نهاية هذه العملية، نبدأ العمل بالتقدم إلى المشروع الذي يناسب خطتكم وتوجيهكم إلى المجال ذي الصلة، حيث ستنطلقون في هذا السياق إلى مشاريع جديدة وحياة جديدة بالتعاون مع مرشديكم ومعنا أيضا، وستصبحون بالمعنى العالمي أحد رواد القطاع. نحن ندعوكم لتكونوا من رواد القطاع. المستقبل في جامعة نيشان تاشي.